الرسالة إننا أحيي الموسيقى اليمنية وإن احنا دعاة المحبة والسلام للعالم كامل. طبعا وأنا كل الصعوبة التي أواجهها أنا هي مثلا نقص الآلة الموسيقية. هواية وحب للموسيقى، لأن الموسيقى هي ما قلت لك لغة السلام، بالذات في هذا الوضع السيء والوضع القاسي اللي احنا فيه. ولكن بإذن الله رغم الظروف هذه سنستمر في عزف الموسيقى وتعلمها والتعلم على جميع الآلات الموسيقى مش آلة واحدة. كيف أسيبك كيف أسيبك وانت نظر عيني.